رد قمر الطائي على لانا، زواج باريس دادا وياشيم، ومشكلة جديدة بين أبو الروب وأنس الشايب. شاهدوا المزيد من التفاصيل. إعلان اليوتيوبر زياد أبو الشعر وزوجته سارة حصولهم على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. عن فئة المبدعين فألف مبروك لهما. باريس دادا صدم المتابعين بإعلان خطوبته من تركيا ياشيم، وأغلب المتابعين يصرحون أنها مقلب أو كواليس تصوير فيديو كليب. قمر الطائي قامت بالرد على لانا وإلغاء المتابعة لها، ومن الواضح أن السبب وراء هذا الأنفولو هو تقرب لانا من نورمال حسب ما يتداوله بعض المتابعين. قامت اليوتيوبر روزا بإعلان سفرها دون ذكر وجهتها. عمر أبو الروب بعد تهجمه على برهوم نشر فيديو ينتقد فيه أغنية أنس الشايب، ووصفها بأنها أسوأ أغنية سمعها في حياته. وتعرض عمر بعد ذلك لهجوم قوي من طرف محبين أنس الشايب. فما رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ عايز أحكي لك بالساعات قديش أنا بحبك. يا هيك الأغنية بجد اسمعوا من أسوأ ما سمعته أذني، يعني حقا حقا هذا الإشي مؤذي مؤذي كل الدرجات. ما بعرف لو فكرتي ببالغ، بس هلا تسمع الأغنية كاملة حتفهموا علي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.